حلقة رد الجميل النهاردة حلقة خاصة بالنسبة لي جدا، علشان جاي رد الجميل لأعز الناس وأعز الصحاب ليا. جاي رد الجميل النهاردة في شخص والدته ربنا يديها الصحة، محمد عبد الوهاب، اللي هيفضل عايش في قلوبنا مهما مرت الأيام. محمد عبد الوهاب هيفضل عايش معانا وجوانا. النهاردة جايين نرد الجميل لوالدته. في البداية منورة يا ست الكل ووحشانة جدا، وربنا يديك الصحة يا رب، وكل سنة وانت طيب. انت طيب يا حبيبي وربنا يخليك، ونورتوني والله. عايز اقولك حاجة، في البداية كلنا هنموت، وهتفضل دايما السيرة الطيبة والسيرة الحلوة. ومحمد ما شاء الله يعني حبه بيزيد دايما في قلوب الناس كلها. مش معايا في اللي انا بقوله ده؟ الحمد لله، الحمد لله، هو اللي مصبرني حب الناس لي وحب ربنا. ما هو اللي بيحب ربنا بينزل حبه في الارض، الناس كلها تحبه. حي. مش ملاحظه ان يعني رغم الفراق الطويل ان ربنا اختار محمد وهو في سن صغير؟ ممكن يكون ربنا مسبب الاسباب علشان تفضل سيرته موجوده لحد دلوقتي، وهتفضل لكل الاجيال اللي جايه دايما تتذكر محمد عبد الوهاب بالخير. ما هي حكمه عند ربنا، الحمد لله، هي لحكمة وبتبقى آيات بتاع ربنا اللي يوقن بقى، والحمد لله، الحمد لله، ربنا يصبرنا لحد ما ننام جنبه إن شاء الله.